بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أحكام القرآن ديالا باسي أو حكمانا أكينك لقرآن بحثك لي أحكام القرآن يعني أو حكمانيك لقرآن بحثك لي حلالي وحرامي وشي حرام وشي حلال بحثي أويا شنك إيما باسي أو معنى كردوها كقورترين منبع ومستر وسرشعوا بحكم إسلامي قرآن في روزة. أفرمي اشتمل القرآن على أحكام كثيرة متنوعة. أم قرآن في روزة مشتملة بثلك وموي حكم زوري نوعا ونوعا جورا وجورا كيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. كأكري إيما همو أو حكمانا تيق رابيان كين بسيبا شو. القسم الأول بشي كم الأحكام المتعلقة بالعقيدة أو كما أحكاميك بيوانديان بعقيدة وباورها وكتك الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبإيمان دوانا. وهذه هي الأحكام الاعتقادية وأمانة فيها أحكام اعتقادي ومحل دراستها في علم التوحيد. وشوين إخوان دني أمانة وليقدان وي أمانة لعلم توحيدها كثير علم كلام ينبات لنا قيس بشي دوام أحكام تتعلق بتهذيب النفس وتقويمها كوما وحكم يكن كفي ونديان هي بقاكو كردنوي نفس براس كردنوي أو نفساني كلارو لبيرن يا براس راقرتن يعني وعدا أقر أواني نبي نفس لارو لبير بي شبه وانا رايقري. وهذه هي الأحكام الأخلاقية كامش في أحكام أخلاقي ومحل دراستها علم الأخلاق أو التصوفي باشا محلي خواندني أمانيشا علمي أخلاق يا برين علمي تصوفة شون علمي تصوف همان علمي أخلاق مثلا على درو حرام وراسي واجبه يا برين راسك ودرو مكة وبخيل مبه وسخاوة منبه ألو قبلانا. القسم الثالث يعني درون سازي درون سازيني شكا حديثي في غمال هي درو دي قايلة سربية أبي أقل على توزي قوشت حالي لا أقر أو قوشت الساز دي همو بدن سازة يعني وكم محور واعية يعني وكم مركز واعية في قلي بدن همو بدن لسر أو أخلي أتوى مدار موضوع أقر أو سازة أو ديارة همو بدن قشت يكسر سازة وأقر أو نسازة ونارك بويت قشت نارك. قسم سيهم الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين. باشي سيهمك أو أحكام عمليانيك بعمل أنجامي أدي كفي ونديان لقل قفتاركان وغفتاركان مكلفكان هيا وهي المقصودة بالفقه. وأأمي يعني هل أم أحكاميك قصد أكريب الفقه يعني فقه عبارة لو أحكام عملية هاو. والتي يهدف علم الفقه وأصوله إلى معرفتها وأعمي أوي أوتوك علم فقه وعلم أصوله علم الفقه وأصوله يعني وعلم أصوله وعلم أصول الفقه باشا هدف أقري بوشي إلى معرفتها والوصول إليها ولا يشناخت يعني ولا يبيجيشتن يعني أي كان بهدف يعني بواسلي أمانو يكا علم فقه علم أصول فقه هدف أقرن ولا يشناخ بأمانة ولا يشتن بمعنى. وهذه الأحكام نوعان أم أحكامي شخوي كأحكامي عملية أبيت دوبة شوى. النوع الأول العبادات باش كان عبارة لبرستنا كان عبادة كان كالصلاة والصيام وكو صلاة الصيام أمانة والغرض منها غرز هدف لم عبادات شيئا تنظيم علاقة الفرد بربه باشا ريكو بيا كردني بيواندي تاكا بخواي خوايوا مثلا تاكي بوكو من تاكي بوكو تو تاكي بوكو أو هر كسيق لغل بتاكو تنياي لغل خواي خواي ارتباطي ببيه. النوع الثاني ما عدا العبادات نوع دواميان جغل عبادة كان يعني أحكام يكنك عباداتني وتسمى أبطل إلى إما أولا وغزارية كينا أولا بنوع عبادة حتى كاسبي كردن بيع معاملة متوجبي بنوع عبادة شكتو
جركت عبادات يعني أنجامي وظيفة بعبارتي كتير حركة كردن بفي مسيرة كخواب ودياري كردوي بس أتولى بيعك أجر أي كي لا معاملك اشتياق أكري أجر بتي بشريعة عمل كي لمسيري أولاد ديها عبادتها منتهى ديارة إما عبادتك اللي لدى أبو بشيانة علين وفقد فرد ارتباطي لقل خواهي خواهي مثلا تو أشي نواجهك كي فقد هدفت رابطي بين خوت وخواهي خوتا ولنا معاملك أجر شي قالك معاملك باب أمري خواهيش به ولنا معاملك لقليك اكتلكي يعني مرتبتي لقل غير خوتا بس أويك هل فقد اللي لدى بحث كمان أويك او كاريك انسان انجامي ادا اجر هر مربوط بيه بين خوي وخواي خوي او في رين عباده ولي اجر علاوي او كربتي بخواي فروزقاري شو غيا شنو هم السر وسرشاوي احكامك يا اجر مربوط بم انسانه وانسانه كي تريجبو شاكا او ديارة في رين شي معاملات ما عدا لو تسمى باصطلاح الفقهاء بالمعاملات ولا زاروي فقهاء في رين معاملات وهي تشمل الأحكام التي تدخل في نطاق القانون الخاص والقانون العام حسب الاصطلاح القانون الحديث وهي أم معاملات يا أم نوع أحكام شامل أو أحكام دي كداخل أبيت الشوارشوي قانون خاص وقانون عام قانون خاص هو كمربوط بخانة وادو بفرد وأوانية أو كقانون عمومية بفي اصطلاح قانون جديد وهذه الأحكام يقصد بها تنظيم علاقة الفرد بالفرد وأمنع أحكام قصد لما نأميك ريكو بيك بكري بيواندي تاك بتاك يعني مثلا بيواندي من لقل تو لقل من تو لقل يكيتر من لقل يكيتر أو بيواندي أنا تنظيمك أو الفرد بالجماعة يا فردك لقل جماعتك تاك لقل كومل أو الجماعة بالجماعة يا كومل لقل كومل وهذه هي وأجام أحكامانية يكم مثلا الأحكام المتعلقة بالأسرة يعني أو أحكامك في ونديان بخانة ودوهية وهي تدخل في نطاق ما يسمى بقانون الأسرة أو بمسائل الأحوال الشخصية أم أحكام متعلقة بأسرة هل أويك داخلي شوارشيوي أو اشتأذي كناو برداء كريب قانوني خانة ودا يعني برداء كريب مسائل أحوال شخصي وكشي كالنكاح والطلاق والبنوة والنسب بنوة يعني مثلا كسي كري كسي كيا كرينيا والنسب والولاية أمر ود بوعنايا باشا ونحو ذلك ويقصد بها وقصد بم نوع أحكام أميك بناء الأسرة أميك خانواد بناكري على أسس قويمة لسر تايقليك محكم وبيان حقوق وواجبات أفرادها باشا وقصد ما نشي قصد كريب ما ن بناء الأسرة على أسر قويمة وبناء حقوقي وقصد ما نأوي بيان حقوق واجبات أفراد أم أفراد أسرة أفراد خانة وذكريت وترك ما يعني بناء غدار رجيم بو خانة وذيك الركوبيك وحقوق واجبات أفراد خانة وذكريت بره لنزل قريب وآيات هذه الأحكام نحو 70 آية آياتي أمكم الأحكام كمربوط بخانواتي نزيق بحفتة آية دورو بري حفتة آية سمكين داني زياتر بيها كم تربية أمجا الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية نوعد ومان يعني بأحكامك كبيوان دي هي بمعاملات أفراد وشم معاملات معاملات مالية أفراد إنه كفول مرد وبدل كريلا بينه كالبيع والرهن وسائر العقود وكو بيع وكو الرهن وباقي عقد كانتر وهي تدخل في نطاق ما يسمى بالقانون المدني وأمشق داخل أبيل شوارشيوي أو اشتاك فيه القانون المدني كواتق أقوتين قانون أحوال شخصي يعني قانون خانوادة كواتين قانون مدني باشا يعني أحكام قانونية كمربوط بأحكام مالية وآياتها نحو 70 آية وآيات أمجد نزيق بها حفتة آية جيم الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادات واليمين مثلا بوا قضاء يعني حكم دان لبين دوكا ساكا نزاع يعني هي مثلا يا شهادات يمين
أو أحكاميك مربوط بواني، ويقصد بها قصد ما نجي تنظيم إجراءات التقاضي بريتيلا ريكو في الكرديني أو إجراء تقاضي، تقاضي يعني قزاوة بين دو نفر. شنو هادشي قزاوته؟ هادشي قزايا ربتي بيني يعني كم دو نفر هي يعني دو دسته هي مثلا. جاء أو إجراء تقاضية تنظيم كري بو لتحقيق العدالة بين الناس، بو هيك عدالة بين خلقا بيعتدي، وهي تدخل فيما يسمى اليوم بقانون المرافعات. أو داخل أبي لو اشتدى كأمر بيان قانون المرافعات وآياتها نحو 13 آية. آية كاين نزيق بس يانزا آية عشان نحو كبه مقدار دير بيرين مقدار يعني شنو نحو بنا مقدار جاتو دال الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات بالجريمة وبالعقوبة وأنا أحكام كثيرة دي، وهي تكون القانون الجنائي الإسلامية كأمامة قانون جنائي إسلامي يعني أو أحكام كمتعلق بجرائم وعقوبات كهذا لا أوجد ليارة لا عصر جديد في هذا قانون جنائي، هذا قانوني خالو هذا في هذا قانوني أحوال شخصي باشا زي قانوني معاملة بعض أو كمان ود معاملات وشتى قانوني مدنية شاكة أحكامه كمتعلق بقضاء وشهادة ويمين وأمجور اشتان به تيالن قانوني مرافعات، أحكامه كمتعلق بجرائم وعقوبات قانوني جنائي كهدف لما تشي ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع كقصد من قانونا ويا خلقك حبس كريه وابرو اموال يعني حبس كريه وهروها اشاعه يعني بلاو بكري توتو معنينا ارامش واستقرار يعني اخرى قرتن لنا وكوم القرا هي الاحكام المتعلقه بنظام الحكم ومدى علاقه الحاكم بالمحكوم وبيان حقوق وواجبات كل من وبيان وواجبات كل وبيان حقوق وواجبات كل من الحاكم والمحكومين، وهي تدخل فيما يسمى بالقانون الدستوري وآياتها نحو 10 آيات. أحكامك متعلق بنظام الحكم كي حكم صادرك كي حقي صادرك ابن حكمي هيا أقل حكمك صادرك آية حكمك يتغيروا لي أكري ألي ناكري ومقدار علاقي حاكم بمحكومه مثلا إما كم تحدي علاقة من بحاكم وهي إما حكومين حكم كريبة سلم لان حاكمه مثلا يا بياني حقوق وواجبات كل لحاكم محكوم مثلا إستان الرهبري مملكة بعنوان حاكم شحقك إلى سر إما هي إما بعنوان محكوم شحقك ما نسر أو هي متواجبي بحثي وأنا أكلي، وهي تدخل فيما يسمى وأوجه داخل أبي الأشتراك كنا وبدأ كري بقانون دستوري في هذا القانون الدستوري وآيات كان شيء دعايات أم جارة واو الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى يعني أحكامك في وديها بمعاملة كني دولة إسلامية لقول دولة كان ترى ومدى علاقته به وأن زي علاقة أم بدولة كان ترى ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب ويعني ونوعي يعني متعلقة بنوعي أو علاقة لا عشتي ولا شر يعني لا عشتي علاقة ما نشون به لا شر علاقة ما نشون به وما يترتب على ذلك من أحكام ومربوطة بويك مترتبة بلا سلام نوع علاقة كما اسمها كل أحكام وكذلك بيان علاقة المستأمنين مع الدولة الإسلامية المستأمنين يعني تقاضي أمنك أنا ما إلى جر شتري دولة إسلامية أجانب يعني بيجانا قال ها نعم كذا دار أمنية أو جاهل الرزمي مثلاً لو كنت شوية كافرة أو سيم مسلمان أنا ولا س استأمنك يعني دار أمنك كحكومة إسلامية مثلاً حمريت أنا كه وأخي وهذه الأحكام منها زين شيء زين بوده ذي كافي بابي. وهذه الأحكام منها ما يدخل في نطاق القانون الدولي العام
يعني دولي العام أما أحكام بعد لوانا اشتك داخل هذه الأشوار شوي قانوني دولي عامة ومنها ما يدخل في نطاق القانون الدولي الخاص ونوع كتري أوي أشيت ناو شوار شوي قانوني دولي خاص قانوني دولي يعني قانوني حكومي وآياتها نحو من 25 آية وآيات كان أمانيش حدودا بسوبيانج آية كواترة قانوني دولي جاء قانون دولي كشبت دو قسم قانوني دولي عام وقانوني دولي خاص قانون دولي عام وخاص شيء شاهد أو منظور أو يعني مثلا في وندي بين دولات إسلامية لقال يك دولة خاصة يا قانون ثواب بعموم به يعني ولا في وندي إيه ما لقال هر دولة كانت خطيما ما لقال بس أوعى مثلا زي الأحكام الاقتصادية أحكام الاقتصادية وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها أحكام اقتصادي عبارة يعني في وندي هي لقال واردات دولتها واردات مصارف يعني مثلا صادرات واردات وصادرات وبحقوق الافراد في اموال الاغنياء وبيوندي هي بحقوق افراد لما اريد ولا من ذكاها مثلا فخير هجار شنه حقي لما اريد ولا من ذاها واياتها نحو من 10 ايات ايات كان شيء نزيد دع ايات بيان القران للاحكام عيات أحكام هي إذا أمر الله قريش يبغى مثلا إما أو نما لو زميننا أو نما آيات هي مربوط بوشتانه هي توش خوتش ما شاك يبذانيك مثلا آيات أحكام ما شاك يوكو آيات أحكام يسابوني مثلا ما شاك يبذاني آيات كان لشوا ولشوا هني بيان القرآن للأحكام ده القرآن أم أحكامك بس ما أنت كهيا شون يعني بيانك الله قال تعالى ونزلنا عليك الكتابة كتابة تبيانا لكل شيء خواهي قولة فرمويتي إما أم كتابة القرآن ناردو ما نبوسرتو كبيان قرب يبو هموشتي وما فرطنا في الكتاب من شيء ولولا يشوء فرمي إما الكتابة هيك كتاهيك ما نكردو يعني هرشي كتابيز بي باس ما ليو كردو فالقرآن الكريم قرآن تيروز بم قرارة فيه بيان لجميع الأحكام الشرعية باشا لو ده هي بيان بو جميع أحكام الشرعي إلا أن بيانه على نوعين فقد هي بيانك دو نوع النوع الأول ذكر القواعد والمبادئ العامة للتشريع ذكر قواعد ومبادئك كعام من بو تشريع قواعد ومبادئك عمومية يعني بو قانون جزاري وبيان الأحكام بصورة مجملة باشا وبيان أحكامك بصورتك مجملة أكله يسمى سنباتكين فمن القواعد والمبادئ العامة لقواعد لمبدأ هاي عمومية كام قواعد ومبادئ التي تكون أساسا لتشريعي أو عليك أبن ببناغ بو تشريع وتفريع الأحكام وهروها تفريع أحكام يعني أحكام دي فرعكي لقياكي ما يأتي أويك لو من ودي مثلا يتيق لو أنا باسي شوراي كدوا وأمرهم شورى بينهم كانت أمرهم شورى بينهم دستور شورى دراوة أما مبدأك أساسية كانت أجر شورى بويا كان يبرر أجر برياري حكم كذا حكم جيب جيب جكره يعني داري اعتباره وشاورهم في الأمر يعني وظيفي مثلا حاكمي مصبرانا مشاورة بخلا خلق خلق على أمره أجر مشاورة كل نتيجة مشاورة مو بهرشي يعني أو حكم شرعية خل القرآن هو بس يكذبه فده كلية يا عدل مثلا فرميت إن الله يأمر بالعدل يا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل خوا فرمان بعدل أداء يا لولا فرميت إن الله يأمركم خوا فرمان تنتي أداء أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها كأمانة بدن بصاحبك إخوي وأجر حكم تان كله بيني خلقا عدلانا حكم كان تيجي على أجر مثلا يعني أجر تشخيصي مجتهدين وكارناسان لو زمينها أقل شوينة كازان لك عدالة ودادقري وجوريك بين نسيخ بسوزة ونكباب باشا أو ديالة قابل اعتبارا يا مثلا الإنسان مأخوذ بجريرته ولا يسأل عن ذنب غيره فذا إنسان وأجيري إنسانك بجرم خوي وتأقل جريميك خوي كردبيب بوا مؤاخذة أكره ولا يسأل عن ذنب غيره لغناء غيري خوي فرسياري لناكري دي آيات هي الأمور دا ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني هيج قناع كاري
يي هيج باري هالجري هب نفسه كبتوا إني باري هالجري بال باري نفسه كتير هالما عقلي هالباري خويا هالجري دال العقوبة بقدر الجريمة عقوبة بأن هذه جريمة وكو أفرمي وجزاء سيئة سيئة مثلها مثلا تاداشي هالجناهيك جناهيك يعني فداشي هالخرافيك باش خرافية كروك أو بيت أمل برابر أو عيبوي بخرافنا وبراوة أين أقل ما يعني عقوبتك بأن نازي خرافك نفس سيئة مثلها سيئة بنسبة أو كثيرة كان يقول حكي كردوا أقل أختي عقوب أو سيئة كردوا سيئة بلا ما أقل حاكم بي حقي أو سيئة لي سيئة هل سيئة بلا ما عقوبتنا أما أم سيئة نية أما كأيكا سنتي يقول أحبار بنا حقي خويا ديبكا بنسبة أو كحالي أو خراوكا سيئة أو أبو ناساس قاريد برام لو خامع عقوبة برام لبر مشاكلة هاو شكلي أو شرب سيئة أو براوة كن جزاء سيئة وكان سيئة هل جزاء الإحسان إن الإحسان مثلا أقل كسي العقوبة بقدر الجريمة أقل كسي شيشة فنجيري كشتان بها روي فيها بجير مثلا أو حالب حرمة مال الغير بس مال الغير حرام من قواعد كل مشي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يعني ما وكان إخوتان لبين إخوتان بفو شليم أخوان أو ما رأى أمانة لأيه لأخوان ابنك يا أبي عدالة أبي خلاص بلان شوني خرجك شوني مسربك وتدل يعني ولا تدل بها إلى الحكام معركة الرانك يشن ولا حكام يعني بالرشوة ميدان بحاك مكان لتأكلوا فريقا من أموال الناس تابق اشتانوا مثلا بين كومرق لا معلو دالاي خلقون بالإثم هاورا لقل قناحا وأنتم تعلمون وإيوش أزانمك أو رشوة أو قناحا وحرام وأنمك ماذا أتدلوا بها إلى الحكام نتيجة وتدلوا بها نتيجة مكارا يا أجل باطل بيكون نتيجة كارا خير نا هو خوي نوعيك اللي باطلك إن تاريخي باطل ذولا فقد أوزان جاكرتو يعني ولا تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإسم وأنتم تعلمون والتعاون على الخير وما فيه نفع للأمة يعني هاو كاري يكتل أسان شاكا وأويك نصيب وخرك يعني وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإسم والعدوان يعني ده تشتيك بقر إن لسب شاكا كرن ولا سب هارس قاري وتشتيك مقر إن لسب إسم ولا سب عدوان لسب خرافة كاري جرم وهم جورشتانا فهمو أمانة يعني أكريب الأساسي هم أمانة بكرين ببناغي أحكام يعني أمانة بيانو يكون بو اجتهادي مجتهدين كبالأساسي أمانة اجتهاد بكن وبالنتيجة بكن بهذا النتيجة يشتن حكمك مولدي تأييدي شرعا زي الوفاء بالالتزامات يعني أو اشتني أكلس الخول لازمي أكي واتعوه دار اشتيق أبي قولي أدي بريالي أدي وفايتي أكي بو التزامة بو قيماني كي بسي يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أي كثنك إيمان أي إيمان داران وفا بو عقدان بو قيمان نبكن كالقليك أي مسن أم جار الحرج مرفوع يعني مثلا هاتشي كاقر مشكلة تيابو مشكلة زابو أو أتواني دسيدي هلقري يا مثلا زمن سازيب كي وأتحكم صادر كي بجوري تيواك اگر حرج يقبو بالأساسي او حكم حرجك لا شيء اگر حكم حرجي في لا شيء موردي تعيدي شرعة بس وما جعل عليكم في الدين من حرج يعني اخوائي قولا الدين هيج حرج يكيبو ايو دانا نيويستو الزحمتان بودروس كان فاز اگر لشوينكو الزحمتان بودروس ابو بحكمتي شرعي لفترة كان الزمانة اتوان او حكم شرعي نادي دقلين وقوشي هل اكو اهلو زرق الضرورات تبيح المحظورات يعني ناشاريا كان اشتم ممنوع كان مباحك وقال فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه اقل كف يكوت ناشاريا و مرام انا كوت ناشاريا وغير باغ يعني خوي او نبوة ما يلنبوة ضلي ضلي ما يلي او اشتنبوة ما يلي بو اشتنبوة يا ستمكار نبوة ولا عاد دزريشكار نبوة واتا لأن زي محمول كرفع زرد كده تجاوز نكا أو فلا إثم عليه أجر استفادة لو اشتى محزولة لو اشتى حرام كير وقوشتي مردار أبو وقوشتي برازو أمجور اشتانا قناح لسرنا بيوكات بوشي
چون کل ناچاری او کاری کردوه ضرورت بو کاته لو حالتی ضرورت و ناچاری اگر مثلا مجتهدین کوبونه و بفیل اگدان و مثلا فتوه اکیان دا فتوه که ظاهر مخالفی آید بو او مثلا بو فتره اگل زمانه اگر چی موافقی مثلا مخالفی آیتی که لم لا موافقه لگل اما دا تالا فمن اطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليه حاضرون؟ خوب أم جاء فرموا من الأحكام التي جاءت مجملة في القرآن ولم يفصل حكمها الأمر بالزكاة لو أحكاميك القرآن بمجملها توب إجمال وحكمك تفصيل ندراوة لو أحكاميك شيء أمر بالزكاة خواهي تعالى فرموا خذ من أموالهم صدقة تولى معروا أموال أوان صدقة والقرى ومثلها القصاص وهر لواك بإجمالاتها قصاص وكو لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لبو إيه وهي لقصاصة حياة جاني كيزور أي خاول عقلان متواجبون وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى يعني قصاصة لسر نسراوة لكجراوانا اثنين تتشون يعني من السنة توضيح حضرين ولم يبين القرآن شروط القصاص شرط كان قصاص قرآن بيان نكردوا ولي وقد بينتها السنة أما السنة بياني كردوا وكذلك البيع والربا مثل أخوة تعالى فرمونية لبيع الربا وأحل الله البيع وحرم الربا أخوة بيع حلال كردوه ربا حرام كردوه إتنها توبل بيع شونه والربا كامية فجاءت السنة ببيان البيع الحلال وشروطه والربا الحرام وأنواعه بلام سنتها تو بياني بيع حلال كردوه بياني شرتكان بيع حلال كردوه وهروها بياني الربا كحرام وأنواعه كشيوتوه وهذا النوع من البيان للأحكام أم نوع لبيان بأحكام وهو البيان الإجمالي أما كأبة بيان إجمالي وهو الغالب في القرآن يعني أولي وهو الغالب بنظر إضافية يعني وهذا النوع من البيان الأحكامي وهو البيان الإجمالي هو الغالب في القرآن بيان إجمالي يعني شبه إجمال بيان كوجالة دعية بلان بالسنة توزيح درية ما شبه بإجمال القرآن بياني كردو توزيحين داوة والحكمة في مجيء أحكام القرآن على شكل قواعد ومبادئ عامة يا عامتين حكمة لو ذاك أحكام القرآن لسر شكل قواعد ومبادئ عمومياتها بكلياتها هي أن مجيئها على هذا النحو أويك مجيء أو أحكام آبم نحو يعني هات نقيب مشيوية يجعلها وأكال أحكام تتسع لما يستجد من الحوادث قنجائشي بذيبو توالي أوشتاني كجديدا فيعاب أويك يستجد يعني جديدا فيعاب التي لحوادث هيتا وقت أقل قنجائشي بوها موانبو فلا تضيق بشيء أبدا هرجيز توشي تنانا ببائش مثلا أقل أبو الشيوة بعمومي بقواعدة كباسي نقل يا قواعد كل واحد هيتا وهر بكاري مثلا أصلي في غمرة هادو دي قوانا سلبي لدوايا أقل حادثة كي تاذروي بداية تونا سواري تشيبو إلا باري يوه ولبرتيش قاعدة كذا باشا لبرتيش أو قاعدة كذا قرآن كذا هذا مو قاعدة كلية مثلا شاورهم في الأمر أقول أول نبوية تحقي مشهورة النبو باشا لرغي الرابع جون لا تتواني بنتيجة يقبقي وليس كان أو مجال بوتو رساوة تتواني بالأساسي أو قاعدة كلية حكم جبوة أو شتيكة تغدها تو درب بري متواجبون النوع الثاني الأحكام التفصيلية نوعد أحكام تفصيلية وهي قليلة في القرآن ككبر للقرآن وان ومنها مقادير المواريث يعني إجمالي تفصيلي مثلا مقدار الاستكان كثير شنية كبير وتأتي ومقدار العقوبات في الحدود مثلا مقدار العقوبات الحدود كثير زناك صد ضربة وكثير قذفك حشتا ضربة وكيفية طلاق عدد طلاق مثلا وكيفية اللعان بين الزوجين وكشي وعني بيان كردوة لعان لبين جنوب ذاتون بيو وبيان المحرمات من النساء ونحوها يا عوجنا لك حرام بوما ركردن ونحوي أعوانا بريكي أعوانا لأحكام تفصيلي بتفصيل بعسكر القرآن في روس بضبط الكاريبات لتكلم أعوة تالي بوردي